قصة المخاض الرجل اللي جاه ثلاث بنات ومرته حامل، فقسم لها قال إن إذا كان اللي بطنت هذا بنت ما راح عيني تشوف عينت، فوش ذنبها هي؟ فالمهم في اليوم اللي يعني حست بالمخاض نادى اللي هي الداية أو اللي تولد لها وجات وحضرت عندها. طبعا المرأة اللي جاية ما تدري عن اللي بينه وبين زوجته وأنه مجهز مطيته، بس ينتظر الخبر. إن قالت بنت رحل عنها، إن قالت ولد جلس. فلما نتيجة المخاض لما أخرج الله الطفل منها فأغمى عليها، لأن سألت المرأة قالت وش جبت؟ قالت بنت. أغمى عليها، طبعا المرأة تفكرت أنها الإغماء نتيجة التعب المخاض، ولكن هي تعاني المرين، مر الآلام المخاض ومر الفراق اللي مهددة فيه. فطلعت للرجال وقالت له رزقك الله بنت، قامت يعني من دعواتها أنها تكون من يعني مواليد البركة والسعادة، فهو تركها وركب مطيته واتجه لوجهة غير محددة له حتى وصل إلى العراق. يقال أنه لف على مسجد صلى فيه ولقى شايب وأخذ هذا الشايب لبيته، دخل يوم دخل البيت ولا البيت خالي ما في شيء، ما في إلا حصير مفروش في بطن البيت. قاعد هو يا لا أحس صوت ولا ريحة ضوء ولا ريحة أكل ولا شيء. جلس شوي يطق الباب، قام الشايب للباب ولا صوت مرة، قالت بالخير سم، وتعطيه قدر ملفوف أو بادية مغطاة ذا جابها. طبعا نتيجة الجوع اللي طاويه شم ريحة الأكل، لما قاعد يبي يفتح الأكل ما فتحه. تكرر طققت الباب أربع مرات، الرابعة جاب البحر قام مفك القدور ولا أشكال من الأكل، أكل ويا ضيفة وكل توسدوا اللي توسد مخده ورقدوا. يوم جاء آخر الليل ولا صوت قامت القيامة في هالبيت. الرجال ده مستغرب وش اللي صار بهالبيت، راعي البيت نايم. يوم جاء الفجر ويقوم يشب ضوه يسوي قهوته، قام راح نصلي الفجر ونرجع، صلى الفجر ورجعوا. فيسولف وياه قال له يثني على الجيران هذا الضيف، ما شاء الله عليك على الجيران جزاهم الله خير. اللي قال اي جيران؟ قال اللي جابوا الاكل بقى. قال هذه بناتي ابشر، رزقنا الله بنات صالحات ورزقهم الله برجال طيبين وصاروا حولي، ويتسابقا على كل واحدة تختار أكلة تقول لعل أبوي يشتهي هذا الأكلة وجبت. قال مالك عيال؟ قال قم. قال بلى. قام يوريه ولا في آخر البيت ولد ولا طايحن على ظهره نايم ممد نجده ولا عليه شوش تنسنها الشبرمة، ولا يقول هذا الوحيد لي من العيال 25 يوم ما شفته، ولد يجي آخر الليل ما هو صاحي ويفتح الباب برجله ويصكه برجله عزكم الله، ويشوت المواعين ياكل من بقايا الاكل ويشوت المواعين. فدرى انه هو الصوت اللي البارحه ارعبه ان هذا ولد. وانت يا ضيف؟ قال انا لغز ولغزي حليته، انا تاركن علشان هتجيب بنات وهذا برهم وبالعيال، وهذا اللي حصل. هو يرجع لعياله لمرايته. فهذا كثير تحصل، مثل اللي أخذ له عيال له بنيات وتزوج واحدة ثانية يبغى ولد، جابت له ولد الثاني، استأجر لها بيت جنب البيت الأول ما بينهم إلا جدار، فجابت له ولد وسماه حمزة. فترك أم البنيات ما عاد يجيهم، دل يروح لهذه أم الولد. فليلة من الليالي كانت تصيح أحد البنيات اشتاقت لأبوها، تبي أبوها ما شافته لأنه جفاهم ولا عاد يجيهم ولا عاد يشوفهم. فتقول أم البنت ما لا أبا حمزة لا يأتينا، والدار بالدار التي تلينا، غضبان ألا نلد بنينا، والله ذاك ما في أيدينا، نحن كالأرض للزارعين نبتوا ما قد بدروا فينا. فهذه من المواقف عن البر سواء ما هو مقصور لا على الولد ولا على البنت. يا عزتي يا عزتي للي ما عنده بنيات، أنا أشهد والله
بنات رحمة، بنيات طعم الحياة الحقيقية كلك، بنيات فيهن سبحان الله عاطفة وحنية، خصوصا للوالد بصراحة، يعني لوالدهم تلقى الوالد سبحان الله بنيات لهم طعم خاص. فاللي ما بعد جاه بنيات أقول يا عزتي لك، وأسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزق من لم يرزق الذرية، أن يرزقه الذرية وأن يبارك له وأن يجعلهم قرة عين له. وأسأل الله عز وجل أن يبارك في الجميع وأن يبارك لهم. اللهم آمين يا ربي يا الله.